نظن الفيديو 12. المهم كما قلت يعني بحال مما كليتوش صرا هذاك الشيء هذاك. واني شي مرات بقيت كنعيا كان بحال اللي تكون انت كيعرفوها واش غير يعني. المهم واش كي كانت تهزز ولا كانت تقلب ولا المهم كي كنحس براسي يعني كي كان بحال اللي عارفيني اللي نديرو مثلا وخا ما ناكلش ولا بحال اللي كيعرفوني بلي مانيش ناعس كان ما ناكلش ولا هادي ولا هادي يعني الا يعني كيما نقولوا يعني بحال اللي كيعرفوني بلي راني فايق. وشو مرات كاع بعض المرات كنحس بحال شي واحد هكا بحال هذاك اللي كنكون شاك يعني ما كنتش معاه مزيان كيجي عندي بحال كيبقى ينوض كيفيقني بحال ملي كنجي كنوض كنقول له واش بغيت ولا كندور فيه ولا كنقول ما تعرفش تنوض من كل الناس كيقول لا راني غير طحت لك شي حاجه ولا دير شي سبه. بحال مثلا كيبقى يقيسك هكا بقى ينوض كي بلاتي هكا بحال كيسييك ولا ما انا ملي كيجي ينوض بحال كنوض كنقول له خويا ما كنبغيش انا اللي خدت شويه من كل الناس ما تقربنيش هادي منا كيقول لا صافي اسمح لي ولا كما قلت يعني. ويعني وش يعني بلاد المسلمين كي يعني وكما قلت يعني يقدر يعني كما قلت يعني بحال اللي كنت كنحس بحال بزاف يعني الطرق اللي كان. وفي الثاني من كنت بحال كنقول بحال مثلا السيد المساعد كنقول انا غادي نشكي ولا بحال كيبقى في الاول تدار فيا قال لي هذا الشيء كذا ما تبقاش تحصل فينا وهذا الشيء بغيت تحصلوا فينا ما كاينش بصح هذه منا. وبعد المرات عاد غير تما كيجيو يهضروا مع هذوك الدراري اللي كانوا معايا في الغرفه وفي نفس الوقت كيولي يدور فيا كيقول لي شوف مثلا انا كيقول لي ولا بغيت تشكي شكي بيهم ورا شوف فين كانوا وقيلا كنت تشرب معاهم لاتاي ولا وشوف فين كانوا يدوك الا كانت شي كنينه ولا شي حاجه ولا داروا يعني شي تنويم ولا راه غير منهم ولا عذبوك ولا ضربوك ولا انا وكان شدهم يديروا شي حاجه ولا غادي ندير لهم نفعل لهم كيبدور عليك غير تما كيبقاو ما تعرف والو. كيما قلت يعني بحال اللي كيبين واحد كيبين راسو معاك شي مرة كيبين باللي قاعد يعاونك هادي هادي ولكن هو كيبغي غير باش يجبدو السر باغي ولا مثلا كيبغي يعرف واش راك باغي تحرك التحرك ديالك اللي باغي تحركو ولا هادي ولا هادي. وكما قلت يعني بحال اللي كاع ما كانوش هادوك الدراري كاع ما كانوش يعطوني النية ديالهم يعني بحال اللي كانوا ناويين على من بعد يعني بحال اللي مصيهم يعني بحال اللي كلشي ضاربين له الحساب. وحتى حتى في الاول يعني بحال من كنت على نيتي ولا يعني بحال اللي كنت كنريح معاهم ونهضر بالفطره ونناقشهم ولا هادي يعني بحال اللي كانوا هما كيبروفيتيو بحال اللي ضاربين لي الحساب من الاول ضاربين لي الحساب للمستقبل بحال اللي يعني كيهضروا معاك بواحد بحال مثلا كتجاوب ولا كتحفظ ولا هادي ولا الا يعني ولا نديرو مثلا كما قلت لك كيضغطوا عليك باش تقول واحد الجواب كما نقولوا من كتجاوب هيك جواب كي. المهم بحال اللي كانوا في الاول يعني هما كانوا يضربوا الحساب غير فوقاش يعني كما نقولوا خدامين. كما قلت يعني قلت لك يعني بحال كما قلت يعني بنادم يعني كاع ما كيعطيش النيه ديالو بحال اللي غير الخداع يعني. بحال شي مرات كنت كنحس بحال اللي كيسولوني في شي جهات اخرى بحال نديرو مثلا شي واحد كيكره شي واحد وضدو وكارهو نديرو مثلا كارهو وكيقول لك انا كاره هذاك السيد باغي نقتلو كاع ولا نقول كيما نقول هذيك الجهه انا كارهه وما عنديش معاه. نديرو مثلا الا هو قالك هاد الحوايج هاد الشيء هذا نديرو مثلا الا هو قالك هاد الهضره وانت بحال نديرو مثلا كل بعيد عليك السيد ولا بحال ولا كل بعيد عليك هاد السيد غادي يكرهك وغادي يقولك وراك معاه وراك تدافع عليه وهادي من هنا. ولكن نعاود الا قلتلو كيما قلتلو ما محصله ولا سكت ماشي مشكله. المهم بحال نديرو مثلا ندير مثلا كيوجهك قلبك كتقول له ايوا شوف انت حتى بنادم الا ما كانش مزيان ما تكونش انت ماشي مزيان نصحو ماشي غير تجي وتكرهو ولا تبغي تقتلو ولا اني مثلا غير بلاتي هي احسن كيما نقولو انت مين كتقول له هذيك الحاجه هو كيشوف هذيك الهضره كيما راها وكيصيفطها في شي جهه اخرى وكيدير لك بها مشكل اخر ويدير لك مشكل داخل تما ويدير لك مشكل على برا. المهم غير يترك وكيما قلت يعني ويني كيما نقولو على برا كتخرج كتلقى معاملات اخرى يعني نديرو مثلا فين ما كتمشي الا وكتلقى نديرو مثلا الناس كتعامل معاك على داكشي. المهم مره كيبغي يبين لك الناس تحتانك تبغي تبين لك يعني بحال مثلا بحال الفكره ديالك وصلت كيما نقولو. المهم هي غير يعني كيما نقولو غير يترك غير كيما نقولو غير
وكما نقولوا خا انت كتكون ناوي عاود شي مرات كتكون ناوي حاجه يعني كتنويها في ليه من هو كينويها في العصر. المهم يعني يعني ماشي بنادم يعني بحال اللي كيستنى عليك غير يكتب عليك الغلط، ماشي هذاك اللي كيستنى حتى الا سمع شي حاجه ولا شافك غلط ولا كاع شافك هو كيبغي كلامك واخا يكون صح كيبغي يردو غلط، يعني واخا هو مقتنع ولا كيبغي كلامك غلط، انت اللي غلط، انت اللي راك غلط، انت اللي ما تعرفش. المهم واخا هو عارف كل شيء، واخا هو يعني كيما نقولوا واخا راه يستافد، ولكن هو كيبغي بيناتك كيما نقولوا ممكن شي مرة تانية ملي كنت كنزيد معاه في المشادات ولا يعني واخا بالتالي كاع بدلت الغرفة التانية. كيما نقولوا يعني كتوصل هذوك النقاشات منا من يعني بحال كيبقاو يجبدوك كدا وكدافع على راسك، هادي منا من واحد يزيد تعاونو هادي منا، شي مرة تانية كيولي في التالي صافي يحترمك ويا خويا هادي منا من صافي كدا، ولا كيحلف فيك يعني كيقولك عاقل فيها ولا بحال كيقول لك هكا ولا هكا. المهم كينفوكات النوط كتنوض من ديك الديك وتنوض عليه بحال اللي مد ولا مضروب ولا هادي، ولا كتلقى نديرو مثلا بحال شي بلاصة، شي بلاصة كنت كنلقى فيهم الدم كاع، شي بلاصة هنا في الراس كنلقى التقابي، كنلقى بحال الشكل ديال التقابي بحال واش ولا كاع بحال. وفي التالي بقيت كنحس يعني من شكيتو بغيت ندير تحاليل، بقيت كنحس بحال اللي كنطيح يغمى عليا، وكان بعض المرات كان يدخل عليا حتى الموظف، كان يدخل عليا الموظف وكندخل مع شي وحدين اللي قراب لينا وكنحس بيه كيمشي معاه، وشي مرات كنحس كاع بحال اللي كنحس بحال الدم اللي كيتقلع مني، ولا المهم كنحس بحال اللي كان تغمى عليا انا ما عرفتش كاع واش كان يوقع كاع ولا كاع الشكل ما يكونش كاع كانوا عمليه، بقيت كان تغمى عليا نهائيا. ولا حتى كان كيما قلت انا اللي كان يصرف الشومبرا جا وجا حتى كتحس يعني كيما نقولوا كتنوض كتلقى راسك بلاصه مضروبه ولا بحال ملي كتنوض كتقول شي واحد راني حسيت بهذا الشيء، ولا كيقول لك انت راك غير انت راك غير تفش راك غير تكذب راك غير توسوس غير في التخيل هذا الشيء، كتقول له ودي صافي نضربات. واني بحال اللي كيقولوا راه غادي ما تيبغي يقدر يبين البلايص الحساسين، ولا غادي يقولوا مثلا الا قال يقول شي واحد كيفاش يقول له اي بحال متفاهمين بحال واخا يكون شي ضربه زرقاء ولا بحال شي صاحبك بحال مثلا تقول له بحال مثلا والله يعني كيكونوا متفاهمين انت كتقول له شوف هاد الضربه زرقاء، يقول لك لا حسب شنو كتقول من هادي راه غير زروق غير عرق راه زرق ولا غير هادي ولا غير بالماكله، اللي بحال اللي كيبقاو بحال اللي كيبقاو يضغطوا عليك معاهم، انت ملي كتقتنع بهذيك الشيء كتلقى كل شيء ضغط عليك، بحال اللي شي مرات صافي ما كتلقى لا ما تلقى مادة. بحال شي مرات عاد ملي كانوا يسمعوني نقول غادي نسكي ولا هكا كيبقاو يهضروا بالمعاني ولا كيبدلوا المعامله، ولا بحال مثلا كيقول يو بحال مثلا كيقول لك يو انا غادي نمشي تشكي بيا غادي نمشي نضرب راسي ونقول لهم ضربوني يو انا غادي انت دير هذا ندير هذا نديرو المحاضر وفي التالي غادي نديرو نترانجا ونخرج، ولا غادي ما نترانجاش معاك ولا ندي معايا الشهود معاك يكون هما كاع كاملين ضدك، كتشوف الناس بزاف ضدك يقول لك انا ندي الشهود وندير لكم فعل لك بحال كيبقى في الدكري باش انت تبقى غير مريح. وكنزيد معاهم حتى هذوك اللي موت فاني كيهضروا بهذيك الهضره نزيد معاهم، بحال مثلا كيبقاو يهضروا بالمعاني يقول له ايوا هذا السيد هذا اللي راه كدا غادي نجمعوا به نديروا به شي شكايه او غادي نديروا غادي نفعلوا غادي نديروا له مؤامره نخرجوهم الداخليه غادي نديروا له مؤامره نصيفطوه نديروا البوليس هذه المهم كيبقاو يهضروا هذيك الهضره هاي نديروا لك مشاكل نديروا مؤامره عند الشرطه نديرو محاماة مع الحارس العام وخرجوه ما هادي المهم كيبقاو يهدوك ويخوفوك نديرو مثلا ومثلا عاود شي مرات كيبقاو على والو كيبقى حتى الحارس العام يضغط عليك يقولك جيب لي التيزام جيب لي باك دير فعل تريك بحال مثلا في التالي يبقاو يقولو جيب باك بحال مثلا كيضغط عليا يقولي جيب باك كنقول له لا راني كنقول له راه عندي 26 عام زعما وبا راه صيفطني باش نقرا باش يتهنى مني واش غادي نبقى يعني راه خدام على باش يجيب باش الخبز للخوت يجي يبقى تابعني ويجي عندك واش غادي كاي تقول كنقول له والله ما تجيب باك نديرهم فين وهادي. وفي التالي كاع في التالي بقات حتى في التالي بقاو يعني بقاو مع ما كنتش نبغي نجيب باك في التالي بقاو يعني كيقولوا كيديروا لي بحال هكا الطريقه ملي كنتعرض لاعتداءات ولا كيقولوا لي والا بغيت المهم غادي تكون معنا مزيان وتكون مع الحارس العام مزيان المهم جيب والديك ولا الوالده ديالك، يعني كيقولوا راه ما غاديش يجيبها وما كيبقى يقول يعني الا بغيت هادي خصك تجيب والديك، كنقول انا صافي وكنمشي نجيب والديا ومن كنجيبو كيبقى يهرب هاد الحارس العام ما كيبغيش يتلاقى بيه وعاود كيجي كيقول لي هادي كنقول له انا نجيب الوالده ما يقول لي واجيب الوالد عاود نقول له انا غادي نجيب الوالد من يجي ما كنلقاش هاديك الحراسه. المهم
وشي مرات كاع كانوا يهتون قاعد تخسر، وشي مرات كنت نسمع كاع شي دراري كيقول له تاني عيسو نخسره، ولا كان سمعت شي بنادم كيجي هكا كيبقى يهضر بالمعاني هو صاحبه لي، ولا كيقول له بنادم غادي يستاهل غير نجي نموس وغادي نخسر ندير له جوج تخسيرات، ولا يقول له القرعه ديال مالقاطع تفوت فيه، بنادم نخسروا لي قرعه مالقاطع نضيعوا له الوجه نديروا له، ما هي التهديدات نديرو مثلا يعني بحال ملي كيكونوا ب 10 بيهم 11 12 كذا، وكيبقاو يعني بحال بنادم ما كتحلوا هاد الفم يعني هادي هادي، ومين كتكون انت وياه كتهضر معاه تقول له هادي ولا هادي، واش تقول لك كيقول له بحال كيولي بحال كيخدموا غير السياسة، ومثلا بحال كيبغوا يخوفوا يبغوا هادي، وبحال شي مرات كيقولوا بحال هما يقولوا هكا هضره، ويجي يعاود حارس العام يقول هضره اخرى، بحال مثلا كيبغوا كاملين يضغطوا بجهه واحده، والاخر يعاود في القسم يضغطوا، المهم كاين اللي كاع ما عارفش راه واقع وكيضغط معاهم بطريقة، كاين اللي طرق مباشرة كاين اللي بطرق غير مباشرة، المهم غير المشاكل بحال اللي داروا المشاكل وخلاو حوايج التفاهم. وكيما نقولوا واحد المرة التالية الموظف كيما نقول لك الموظف صغير تما قال لي غادي تضرب في واحد البلاصه، قالها لي هاك البلاصه اللي راني بحال كنت نحس بها قاعد تضرب فيها خطا، والطبيب شاف وهادي، ولكن مع الاسف ما عطاني الشهاده الطبيه، كيقول لي هاك الدواء غادي تضرب، قال لي قبل، قال لي قبل ايام قال لي نهار غادي تضرب البلاصه الفلانيه، وضربت 3 ايام ولا وتضربت في البلاصه اللي قال لي، وضربت مده 3 ايام ولا، ولد الحارس العام بقى يقول لهم وكنسمع بحال قدامي كيقول لهم تضرب هذيك البلاصه، وبالعله لي هاك قدامي بحال يعني وهذا الشيء قسما بالله العلي العظيم هذا الشيء اللي كنقول له لا صح، وكما نقول بحال مثلا كيقول لك ايوا نهار تلاقى فلان ولا تلاقى كذا كذا كذا، يقول لك ايوا قول لهم راه ضربوني بالرجل، ايوا قول لهم راه ضربوني بالرجل، وبقيت لقيت الضربه تما النهار اللي نفقت وبقيت الضربه كما قلت، وكما قلت يعني حتى الولد ديال الحارس العام من كان جاي نهز الخبز ولا كيكون يعني شي مرات يعني هذوك اللي كيطيبوا تما، ولا كيكون ولد الحارس العام ولا الحارس العام ولا شي دراري هكا شي دراري كيكونوا تما معاهم كيفرقوا، اللي كيكونوا هذو اللي كيكونوا في الراس كيفرقوا، وعلى ما كتشوف الحارس ابن الحارس العام وانت الحارس العام الاغلبيه من كان جاي ندير الخبز هما اللي كيختاروا الخبز، وحتى كيهزوا كيختاروا وكيعطيوه لهم، بحال مثلا كيبقاو يهضروا بيناتهم في المعاني ها فين تضربها واش دار لها واش هادي واش هادي بيناتهم يعني بالضحك، وفي التالي كاع بقيت كنحس كاع بحال العملية ولا، ولا بقيت كنحس بحال الضرب بحال، وبقيت يعني ومشيت له هذيك الايامات يعني من شفت هذيك الضربة من تضرب هذيك الايامات مورها بيومين ولا، مشيت للدكتور ديالي بقيت كنمشي عند هذاك الحارس العام كنقول له عطيني الورق باش نمشي للطبيب، ما كيبغيش يعطيني الورق، كنمشي تفتري تا المدير ما كانش يبغي يعطيني الورقه، انا ما عنديش الورقه كيدير الورقه اللي غادي نعطيك، وفي التالي عاد عطاني المدير واحد الورقه يعني غير رخص له وقال يعني على حساب البيه، ولا كنت غادي كنت رقدت تما القرعه، وكيما قلت مشيت للطبيب ديال المستشفى ولا ما درنا ديال الريست ولا اللي تابع لي، مشيت عنده هذيك كيما قلت يعني هذيك الايامات من تعرضت لهذيك الضربه، وقلت لي تعرضت لواحد الضربه من منا وشافني وبقى هذه بقى يفوت عليا، المهم صافي عرف واش الواقع، المهم قال لي غادي نعطيك ورقه ولا قال لي، ولا قال لي ولكن قبل ما توصلك بغيت تشكي هذه، المهم بقيت نهضر معاه قلت له غادي نشكي شي دراري راهم معايا هذه، قال لي فين، قلت له في الداخل يعني ما كنتش كنبغي نكذب كان جاني، قلت له راه وقع لي هادشي في الداخل اللي تزدي معاه، قلت له الاداره عندها العلم هذا الشيء، قلت له لا، قال لي المهم غادي نصونيو الاداره نشوفوا ما غادي نديروا معاه، المهم صونا هذاك السيد صونا هذاك راه الحارس العام ديالنا، قال لي غادي نصونيو السيد البغدادي ولا نصونيو السي راشي، المهم قلت له انا ما يعلم اللي بغيت المهم، وصلنا الرشيد قال لي الاول قال لي هذه ضربه ميزار شكون هذا هذه من من هي، قال لي واش هذا الشيء باش راه صار هذا الشيء كي صار هذا الشيء علاش هذا الشيء كذا كذا، المهم بحال يختار باللي ضربه ولا ما بغاش راه واقع، المهم قال لي المهم حتى تنعلموا الاداره غادي نشوف واش غادي ندير، اما غادي نعطيك شهاده ولا غادي نصيفطك فين تفوت ولا دير شهاده ولا تمشي تداوي راسك ولا هذه، سؤال على الحارس العام، الحارس العام انا بقيت كنسمعو غير كيسب سب هاني كيقول، قال له واش كيقرا، قال له المهم قال له حتى حكى له المشكل، قال له المهم السيد راه كي السيد راه تما ستاجير ها واش تا واش تا واش صرا له، هو يعني هذاك الشيء كان عارفو واش وقع الحارس العام،
المهم غير هو كمل له، قال له واش صرا له تما، غير هو كمل له قال له واش صرا، واش صرا، وقال له السميه ديالي، وبقى الحارس العام كيسب، قال له يمشي يدير فين، بقى كيسب وانا يعني كنسمع. قال له المهم هو السيد قدامي، المهم قال له المهم قطع عليه التليفون، وقال لي الطبيب قال لي المهم غادي نعطيه له اخر فرصه من الغد الى جا وتواضع معانا. وين قال لي واش صاري واش صاري، قال لي تبارك الله ما جاش، غادي نعطيك، غادي نعرف واش غادي ندير، القانون ديالي غادي ندير. المهم قلت له ودي دكتور غير شوف كيدير، قلت له راني صافي ما عندي، ماش نقدر نزيد نصبر هذه. قال لي المهم، قال لي راك صبرت صبر، قال لي الله يرحمه انا ولدي، وطلبني قال لي صبر غير هذا النهار وغادي نشوف واش غادي ندير. المهم مشيت، مشيت عاود، وقلت له من وليت عنده عاود شافني وفوت عليا مزيان، بحال اللي اقتنع، بحال المهم حتى شاف يعني هذاك الشيء تاكد به نيشان ودار فيه هكا. وقال لي يا ولدي، قال لي هادشي عيب، بقى لي عيب ولا راك وقيله غير تخيل، ويعني الهضره اللي كان يقولها الحارس العام وراك غير تخيل هادي من هنا. قال لي المهم غادي نشوفو كي نديرو، قال لي المهم، قال لي غادي نمشي للطبيب النفسي، يعني قال لي نسيتك الطرازي اللازاري هذا هو الحل، يعني هذاك الشيء يعني من هضر معاه وصا، قال لي نسيتك وعطاني الورق، وكيما قلت الورق التحليله ديال الكلاوي والورق ديال هادو اللي كان يعطيهم لهذاك الطبيب ديال اللي كنقول لي باش تمشي للطبيب النفساني، هذوك تخطفوا لي من وسط الفرابي، ولكني باقي نسيت ورق هذيك اللي كتبت يعني من كنت كنمشي كيصيفطوا لي الطبيب النفساني. وكما قلت يعني انا كنت باغي انا من الطبيب يعني باش يعطيني باش نمشي ندفع شهاده طبيه باش بروف نمشي ندفع شكايه ولا الشكايه ولا هذه، لكن للاسف ولا حتى الطبيب ولا بحال كيهضر لي بحال الهضره ديالهم، وراك غيرك تشك وراك بالتالي. قال لي غادي، قال لي غادي نعطيك الدواء يعني بعد الدواء باش تبرى ان شاء الله، قال لي ولكن هذا الشيء قال لي راك غير تخيلو، راك من، قال لي من احسن سنه تقول نفسها. ويني ماشي غير هو، بزاف اللي كان يقول لي خصك تمشي يعني غير هذا الشيء غير نفسيا، هذه غير هذه هذه هذه، ويني كيما نقول هذا كيقول لك نفسيا، وخا كيزيد تخطو طرق يعني كيما قلت بحال الخطه. وكيما نقولو مشيت للفرابي شحال كتر من اصبع ديال الاطباء، وكنمشي بالضربه كنوري لهم الضربه، كيقولوا لي هادشي عادي وراه غير غادي تبرا راه ما عندك والو. كاين قال لي كيقول كي واخا غير الدواء، راه ما عندي الورق ديال الدواء، راه ما الورق ديال الدواء. هادي بعدا هادي الشهاده، هادي الشهاده قبل ما ندخل لانتيرنا قال لي سير جيبها عند الطبيب، شافني يعني بلي ما عندي والو. هادي هي في 13/11/2000 2014 اوكي، حسب اللي مزيان وقيل 2014، واه في 2014 هاي 13/11/2014 لما ركبها هو الطبيب المملكة المغربية جامعة محمد الأول، جامعة محمد الأول المركز الطبي الاجتماعي وجدة الجامعي. ها هو الهاتف، عود هنا هاني من كيما قلت في الغرفة الأولى، كنت صابت في الرجل ديالي هاي. هاي من عند الحارس العام السي بشيري، ديت هاد الورقة يعني يرخص لها باش يدير للطبيب معتصم محمد اف سي سي، يرخص لها بالذهاب الى الطبيب. هادي عاود في 16/1/2015، هادي إصابة في الرجل، وهاي هنا تقرير الطبيب، الطبيب هو عطاني الورق، هاو عطاني هنا معتصم محمد 25 الشوقي، عطاني جوج هادي الدكتورة الصرصار سلوى في ليرجونس. هادي فين تلقيت الإصابة الأولى في الرجل، هاد المصطلح اللي هادي ما فاش كاتب هنا أكوس واش يعني إيرجون ولا شي حاجة إيرجونس. هادي حتى هي في 14/1/2015، وانا هذه هي هذيك الضربه، وما عاد كاين شي تصاور اخرين. المهم ما كان تدفع ان شاء الله القاضي خطا،
وهذه التلفازة اللي كنت دايرها لك الولد فين تلقيت الضربة. مت هذا بدور هذا الدكتور أنس النوري، يعني واخا كان يشوفني كان يقول لي راه ما عندك والو، وانا واخا كنت كنحس باللي مريض وهذه يقول لي راه ما عندك والو. وكذلك هذا كليشي اللي درت كليشي بحال العظام ديالي بحال اللي كانوا بحال اللي بحال الشكل ديال بحال التهراس ولا ما عرفت ما كيبانو هنايا، ولكن الطبيب هو اللي ديالي. وكذلك هنا هاد التحليلة طلبت شي تحليلة على حساب الدم ديالي واش غيكون فيه شي حاجة ولا داكشي اللي كانوا يدكوا لي في راس البرودوي ولا، ولكن مع الأسف التحليلة عطاو لي فيها رونديفو طويل، وانا كان خصني يعني اللي ما كنتيني في اليومات كنت جيت هنايا ولا ما نقدرش يعني يعني باش تبقى تمشي وتجي. وكذلك عاود الورقة ديال عاد طلبت واحد التلفازة باش نشوف من داخل واش مجروح واش مضروب. هادي كديك التلفازة عاود عطاوني فيها عام باش الصبر نتاع عام باش دير التلفازة، راه الا كان شي جرح تبرا الا كان شي. وكذلك عاود السيرتيفيكا ميديكال كنت درتها غير هنا عند الدكتور على حساب اللازمة والضربة اللي في الراس والضربة اللي في 19 يوم. سيرتيفيكا ميديكال ونادي الشهادة ندير اللي عطاها لي الدكتور العيساوي فارابي، هادي هي اللي كنت اللي كيما نقولو عطاولو الأمر من الوكيل باش يدير هاديك الفحوصات وهادي، ولكن يعني ما دارش شي فحوصات ولا يعني دار غير هادشي اللي يعني واش يعني هاديك البلاصة اللي تشكيت له فيها اللي تضربت فيها ولا ما عارف، ما مش عارف واش راه كاتبين. المهم هاديك الشي اللي كان قالوا لي فظيع جدا وما عارف واش راه كاتب ولا يعني راه داير. وهذا الأمر ديال الوكيل، الأمر ديال السيد الوكيل على طرف السيدة كريمة الإدريسي نائبة الوكيل العام للملك، يعني هي كانت عطاتني يعني باش هادشي يعني باش يعني هادشي كان صار يعني ملي مشيت شكيت وهادي عطات الأمر يعني أمر الطبيب باش يشوفني يدير هاداك. ولكن مع الأسف هاو عطات الأمر باش فيها بزاف باش يدير بزاف ديال الخدمة، ولكن هو ركز لأن يعني كيما نقولو ما عرفتش أنا كيما واش ضغوطات ولا شي واحد اللي مشيت شي أخرى، ولكن الأمر ديال الوكيل خصو يعني ما كانش شي حاجة غادي تكون أكثر من الأمر ديال الوكيل، يعني ما حد الأمر الوكيل عاطيه باش يدير هاد الحوايج خصو يديرهم. هاي فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ديال العريضات شي حوايج يعني كيطلب منهم باش كيديرهم، ولكن مع الأسف الطبيب من وليت عندو إيه يعني داك الشيء اللي تشكيت منه يعني كتبوا لي وقيله ولا يعني مازال مانيش عارف يعني واش داك الشيء كامل، ولكن هو داك الشيء اللي كان قال لي من شافني كان يقول هادشي عندك بيزار وخطر واش كاينه واش كاين يعني، ولكني مع الأسف تحمس على كيما نقولوا قدرت تالت ما نطلب خبرة طبية ولا كيما نقولوا ناخذ، وكنت كنولي عندهم يعني تكرار ممكن اسف واش هو كيضغط عليه ولا ما عارف. وهذه الى سيادة النائب الاقليمي بوزارة التربية الوطنية وجدان قال صفت للسيد النائب صفت له شكاية وعطاني التوصيل ديالها، ولكن كنت فوجئت بصونا ولا قالوا لي يعني هما ما تابعينش واخا يعني بحال يقدروا يوصلوا ميساج ولكن ما تابعلهمش انا الشكاية. وهذه كذلك هذه المرة التالية كنت درت شكاية الوالا، وهذه الشكاية التالتة يعني كنت درتها مؤخرا حتى يعني لحساب هذيك العراقيل اللي طرولي في المستوى طرولي في العام طرولي في العام في القراية ديالي، وعلى حساب يعني هذوك اللي كانوا متواطئين تم اكتشفت شي حدين تم شي جهات كانوا متواطئين. وهذه الشكاية الأولى قالت اللي درتها، وهذه وكما نقولوا هادي فوق التاريخ اللي تلونسات فيه هذيك كيما نقولوا هذيك المحضر والشكاية اللي من البوليس حتى ل 27/7/2015 مشات للقضاء مشات للمحكمة الابتدائية. وانا الشكاية فوقاش كنت درتها في شهر 5، وهي في شهر 8 كانوا هاد صيفطوا المهم عرفت واش كانت عندهم الخدمة ولا ما عرفت. وهذا هذاك التهديدات اللي تعرضت لها قبل ما يصرى لي قحش، وهي الشكاية مسجلة بهاد النمرة في البلدية ديال القدس. وكنت صيفط شكايات في هذا المجال، صيفط شكاية للسيد وزير الداخلية، وصيفط شكاية صيفط شكاية للنائب الإقليمي، وصفت شكاية للسي العزاوي، وهو فايت قلتها له علمته قبل هذاك الشيء، وعاد موراها كنت صفت شكاية عبر البريد المغرب، وصفت شكاية للسي مهدي هذا راه نتوما عندي الفوتوكوبي ما فيه.
تحته، شكاية السم هدية لوالدي الجهة الشرقية، ورسالة السلع الزاوي. وكنت صيفطت بار انترنت الشكاية ديالي، صيفطت المهم صيفطت للسيد وزير العدل مصطفى الرامي، صيفطت السيد عزيز الرباح، صيفطت البروفيسور الوردي. المهم كاع يعني هذاك الشيء اللي يعني كنت كنطلب وما كيبغوش، المهم كل شي وحدين ما كانوش يتعاملوا معايا، ولا ما يبغوش يعطيني شهاده، ولا يقول لي راك مزيان وصيفطك، ويوليو هذوك اللي كانوا يوليو عاود كيزيدوا يصيعدوا ويزيدوا يعذبوني اكثر. وكنت صيفطت المهم بزاف، وصيفطت الوزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، وكنت وصيفطت بزاف، وصيفطت حتى للديوان الملكي، صيفطت يعني شي شكايات يعني على حساب داك الشيء اللي كنت كنتعرض له. وكذلك حتى شي جمعيات كنت صيفطت لهم الشكاية ديالي، كان يعني مسجل عندهم الشكايات ديالي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق، المهم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وشي منظمات وشي جمعيات، المهم بزاف لي يعني في هذا ومع ذلك كما قلت يعني بحال واخا هذاك الشيء، يعني بحال اللي كنحس بحال شي مرات بحال ما كنمشي لشي بلاصه، ولا كيقولك ما عندكش تعليل، ما عندكش، بحال اللي كيبغوا، ولكن نتمنى يعني ربي يبين الحق. وكما قلت يعني بحال اللي يعني الطبيب واخا كيشوفك يعني ما كيعطيكش الشهادة، يعني كيقول لك واه 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 وكذا، يعني بحال اللي كيحسن عونك، وكيقول لك سير دير الدواء، دير الدواء تكون مليح وصافي. وتا هنا فين ساكن مشيت واحد النهار للطبيب، نفس اللقطة، هادوك اللي كيكونوا على برا كيبقاو يهضروا بواحد المعاني وهكا وهكا، بحال السيستم اللي صار فرابي. والدكتورة، الدكتور الأول خرج مشيت عندك طلب شهادة طبية، قال برا كيقول لك علاش ما جيتش في ذاك النهار، مرة كيقول شوف كليشي يقول لك لا ما عندك والو، مرة بحال هاد الحوايج اللي كتحس بهم يعني ما كيبغوش يعطيك ديك المشاتل. وخرج الأخر خرج، وتا أستاذة أخرى مشيت طلبتها قالت لي لا ماش نقدر نعطيك شهادة طبية، ومشيت. وحتى تما يعني في وجدة ما مشيت واحد الطبيب، ما حتى في دار القرار، في دار في اللجنة الطبية كان كيتلاقاني، شي مرات كيتلاقاني غير السيكيوريتي كيبقى يقنعني، يعني كيقول له ما نقدرش نعطيك شهادة طبية، هادي بحال اللي كيقنعني، كيبين لك بلي ماش تقدر دير شهادة طبية، كيزيدو بحال كي هادشي اللي كان لك صاري فيك، كيزيدو عاد كيضغطو عليك، ولا كيقول لك، ولا مثلا كيقول لك ولا شهادة طبية كيعطوها على التخصير، شهادة طبية كيعطوها على اللي مذبوح، شهادة طبية كيعطي اللي مضروب، شهادة طبية، هادشي اللي كان صاري فيها وقيلا كتر مش الذبيح والضرب وهداك الشي. وكشي مرة تعاود ولا كنتلاقى شي فيرملي تما، ولا كيدي ولا ديك السكريت كاع صيفط لها شي فيرملي، كنمشي نهضر مع الفيرملي كيقول لي ولا ما نقدرش نعطيك شهادة طبية هادي من هنا. يعني مثلا بحال التواطؤ، وكما قلنا بحال مثلا بحال في الكليشي كتوري الكليشي كيقول لا ما عندك شي حاجه مثلا، المهم بحال يعني بحال اللي كيبغيو غير مثلا بحال اللي كيبغيو غير يصيفطوك، يعني بحال اللي كيبغيو غير يصيفطوك. حتى واحد المره دخلت عند واحد الطبيب تما، ولا بحال اللي قنعني ما بغاش يعطيني شهاده طبيه، عييت كندير عييت كندير، ولا كيقول لك سير عند طبيب نفساني، سير عند طبيب نفساني غادي تكون مزيان، سير عند طبيب نفساني. وواحد المرة قاعد تخرج تما عند واحد الطبيب نفساني مسكين ما كيشوفش، المهم باينة فيه رجل طيب، المهم دخلت عنده بقى كيهضر معايا كينصحني هادي من هنا، ولكن يعني كيما نقول يعني بحال اللي كيهضر من الجهة الأخرى، يعني بحال مثلا كتهضر يهضر هضرة الحارس العام وهضرة يعني الموالين، مثلا كيقول لك واغي سبور هادي من هنا، يعني بحال اللي ولا كيهدوك بالمعاني، ولا المهم يعني بحال اللي يعني ايش انا هذاك الشيء اللي صار لي راه ما خصوش غير طبيب نفساني، خصو 10 اطباء نفسانيين يعني، ولكن انا بعدا ماشي بنادم كيضرب فيا يقول والاخر يقول لي سير طبيب نفساني، على الاقل نشوف هذاك اللي كيدير في حقي اجرام خصو يتجازى ويتحاسب، وهذاك الشيء ما يعاودش يصير شي واحد اخر، عاد موراها عاد نشوف طبيب نفساني، ما كشي راه كيما نقولوا الحوايج العضويه عاد نشوف النفسي يعني. وكنقولوا حتى نشوف صحتي كي راه واقع عاد نشوفوا النفسيين.
وشي مرات كنت كنحس بالشبكة ديال الراس ديالي، كنحس ديالي بحال اللي كتبغي تقطع. واش يعني واش هذوك لو برودوي ولا دوك الحوايج ديال التنويم ما كنتش متحمل، ولا لقيت كنت كنحس شي مرات تاني نهار يومين كنتنوم، شي مرات مرة في السيمانة، شي مرات المهم حتى جوج مرات في الشهر كنحس بحال هذاك الشيء بقى يرهقني. ومرة مرة 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 وكنحس داك الشيء، كنحس بالراس ديالي بغيت يتقطع، ولكن لا شفقة. يعني كتشوف الطرف الآخر يعني باغي غير ما فوش يكون نقي، وشي مرة أخرى كنت كنمشي نتشكى لهذاك المساعد، وهذه لا بحال اللي ما كان والو. وشي مرة بقيت كنحس بحال التفتات لداخل والجراح، وهذه ومع ذلك يعني ما يعني واخا كتمشي تشكى ولا يعني ما كاين والو، يعني بحال الشكل ديال الانتقاء واخا يعني كيما نقولوا بحال اللي ما فيهوش تاعي، بحال شكل تعذيب ما فهمتش. وكنت كنمشي كاع الاطباء على برا، واحد المرة مشيت عند واحد الطبيب، ودار لي التلفاز على البلاصه اللي كنت مضروب فيهم وهذه، وبقى يقول لي راك مليح راك مليح، وبقى كيتردد بقى كيقول لي كيقول له راك مليح، بحال كيقول لي صرا راك مليح، وبحال كيوصل لي منيه كيقول لي منيه وكيسكت. نقول له هضر مع دكتور كان شي حاجه قول لي، شي ما خصش يسكت، وهو كيبقى ساكت يعني هكا، واش يعني بحال شي اثار ولا تضربه ولا ما عرف، ولا انها سترك على سترك كنقول له. المهم كيبقى ساكت، كنقول له هضر مع دكتور واش هذه، واني كنبقى واخا كيقول لي لا راك مزيان، كنقول لا قول لي بحال اني حاسس براسي بلا مش مزيان، يقول لا والله ما عليك والو مرات مزيان راك. وعاد مثلا شي مرة عاود كيما قلت عاود شافني قال لي انت ما عندك والو، ما عندك هادي ما عندك هادي ما عندك هادي. وقلت له لا انا راني هاوش يعني متشكي، وراه هادشي راه صاري فيا، وراه غادي نوصل للمحكمة وغادي ندير خبرة ولا ندير شي حاجة، ولا يعني كيما نقول له ولا يعني موراك انت غادي نمشي للرباط ولا نمشي لشي بلاصة اخرى، واخا نعرف نمشي معاه فين ونشوف راسي، لحقاش انا مقتنع بلي راه فيا شي حاجة وراني حاسس بلي صحتي يعني يعني حتى لما مشيت هنا غادي نمشي لبلاصه. هو مي كان سمعني بحال كنقول له بلي شوف لي شوف شوف، اللي كيبقى يتردد كيقول لي هو غير سير المهم تترك المشكل مع دور روح نشوفه وان شاء الله يكون خير وان شاء الله تعالج منا مني. وفي التالي قلت له انا الدكتور اللي قبلها شاعر شافني بلي عندي شي حاجه بيزار وهادشي هادشي، قال لي هو انا ما نقدر نعطيك الشيء هذا، هو اللي عنده هو هذاك الشيء. تلقى كنت باغي نتفع شي كاية بهادوك الأطباء هادوك اللي يعني ما كيبغوش يعطوني ديك الشهادة ولا هادي، و كيما نقولو بحال الضغط كتلقى ضغوطات كتلقى. كيما قلت هذاك الدكتور اللي كان عطاني الشهادة بعدا قبل كنت جيت عندو قبل 3 مرات ولا 4، شي مرات كنت كنجي كيخرج كتلقى معاه في الطريق غادي، شي مرات كان ما كيجيش كاع للبيرو يعني بحال اللي كنعيا نستنى تما يعني وكيكون خدام ولا شي بلاصة ولا. المهم عييت عييت المرة التالية، شي مرة التالية يعني كيما نقول مشيت شي 5 ولا 6 ديال الأطباء قبل بعدا كانوا يشوفوني تما في الأورجونسون ما كانش عطاوني والو، ومشيت عنده موراهم موراهم حتى هو يعني شحال من مرة كنت جيت عنده. المرة التالية كيما قلت عاود قلت بقيت غادي عليه جاي غادي عليه جاي، حتى درت يعني بحال اللي بينت له قلت له بلاني شاكي وهادي منه، وقال لي روح بعدا نشوفك. من شافني قال لي واش مطلوب مني، قلت له تشوفني يا دكتور، شافني قال لي عندك هاد الحوايج بيزار وهادشي خطير يعني كون زدت تقدر الله يستر ما عرفوش يكون صرا فيا، قال لي هادشي اللي عندك بيزار وفي الشك ما عرفوش راه صاري فيه. ومين بقى يهضر مع هذيك قسما بالله الا هذيك اللي كانت معاه اللي هي مسؤوله تما هي كتكون قدامه في الخليج، قلت لي قلت له قال لها واش هادي سيتون اوبيراسيون من هنا، وبقى كيشوفو كدا حتى هي قالت هادشي بيزار هادي، وبقى كيسولو عاد بقى يقول لي هو كي داير في المعامله بحال هكا من وليت انت شاكي او كي داير في المعامله ما تكون كي داير في هادي كي داير في هادي. المهم يسولوني وفي التالي كاع ملي وليت ملي صفتني الوكيل النائبه ديال الوكيل ما عطاتني ديك الورقه، مشيت عند هذيك المراه اللي كانت خدامه حتى هي يعني خدامه في نفس الخدمه ديالي، وبقات كتهرب مني قالت لي لا انا ما نقدرش نعطيك والو ما نقدرش نشوفك. في التالي بقات كتهرب مني كاع، وبقيت كنقولها استاذ تقول لي وانت ما انت من المصلحه ديالك انت ما تحسبش سير، نقولها استاذ استاذ عليها استاذ، كيقول لي لا مسير ما نقدرش يعني انا ما عنديش الرجال مثلا ما نقدرش نفوت على الرجال نفوت انا غير وعاد مثلا عاود. المهم وكما قلت هذاك الشيء اللي شاف عندي قال لي هذاك الشيء اللي مين شافني هذاك الدكتور قال لي هذاك الشيء ما عندكش مزيان، ولكني ما عرفتش واش الشيء اللي كان يقولوا لي كتبوا ولا قالوا لي شافه، قال لي هذا الشيء عندك خطر، وقال لها هي قال لها واش هذه واش اوبيراسيون ولا ما فوتها، وكان يقول لها بلي هذا الشيء راه خطر وماشي مزيان.
ولكن نيوا خوش كتبوا هادشي، هو داكشي اللي كنت نقولو له، اللي ملي كنت بديت كنحس به واللي حسيت به كاع اللي قلتو له قال لي واه كان يعني، بصح في الكتابه ما عرفتش واش كاتبو ولا لا. لحقاش من بعد من كنت كنمشي للتكوين ولا كان يقولوا لي، كان يقول لي هادشي كاع كحاشي اللي كنت تقول راه ما كاينش منه والو، مخاورتهم هادشي هذا قالوا لي هادشي على ما دارت فيها هو، قالوا لي هذا غير اللي انت يعني كتشكر في مقياس في شي بلاصه يعني بحال اللي مضروب هنا ولا مقياسين، قالوا لي هادشي ما راه داير لك، ما راهش كاع داير لك باللي يعني اللي راك تقول انت. وهيتنا مازال ماني عارف، مازال ما بقيت فاهم والو. ومن مشيت تاني سولت السيد اخر قال لي شي بحال نفس الهضره، شي كيقول لي راه ما داير لك والو، شي كيقول لك ولا غير هذه تقدر تتابع بها، مازال ما عرفت والو. ومن كانت هذا كما قلت يا ريت من ندخل القضاء نطلب خبرة تربية ولا نشوف إلا كان مكانش هذاك الشيء يعني. وكما قلت أنا بعد هذاك الدكتور كان قال لي من شافني وكل هذاك الشيء عندك خطر وهذه منه، وقلت له راني شاكي ولا، قال لي تولي عاود تشوف لي ورقة من عند الوكيل باش نولي عاود نقلب مزيان وندير بيني بميكروسكوب وكذا ونشوف واش يعني عملية واش هادي واش هادي واش كاين واش راه صاري واش. وملي مشيت وليت عنده كان ما عاود شافني يعني، غير شد هذيك الورقة في الأول عاد كيما قلت في الأول عاد ما عاد مشيت طلعت أنا طلبت المدير يعني إلا صافي ما خلص لك 10000 فرنك اللي راه بحال الأخرى كدير 10000 فرنك، إلا بغيت طلعت يعني بحال هكا طلب المدير ولا يقدر يغيب يعني مثلا غيب يعني يقدر يدير لك غراتويت ولا يطلب عليك يدير لك هذيك الورقة. ومشيت طلعت عند المدير وطلبت دكتور سيد المدير واش صاري واش صاري، ومشيت نطلبو وتا الدكتور تبعني تما وطلعت أنا هذيك الورقة غير تما، وهاديك الشيء هي اللي راه عندي هي باش دفعتها للبوليس ودفعتها. ما عرفت انا ما عرفتش بالضبط هذا اللي فيها، لكني وكما قلت تم اللي بغيت ندير هذيك التلفازه وهذه. وبعد هذاك الدكتور ديال الدكتور ديال الكلاوي وهذا هذه، بعد قال لي انا مثلا انا اللي خص ماشي اخصائي باش نشارك الحوايج، قال لي قلت له وبقيت طلبته قلت له واش نقدر شي تلفازه ولا، هو عطاني تلفازه. ومن كذلك من مشيت للفارابي ما بقاش يديروا هذيك التلفازه، كانت ما بغاش يديروها لي، وقالوا لي سير حمام بوسي، مشيت لحمام بوسي فعطوني فيه عام يعني، من العام تقدر تجروح الا كان فيك تجر غادي يبرا، الا كانت فيك شي حاجه تقدر تبرا من العام. وصفت في هذيك الحالة في الوقيتة صفت السيد الوزير وزير البروفيسور لوردي، وصفت له واخا يعني بحال كنت كنحس بحال بحال كيوصلهم ميساج ولا بحال كنحس بلي تبدلوا معايا المعامله يحترموني، ولكن مع ذلك الحوايج اللي يعني بحال كان خاص عليه ولا ما كيعطوها ليش بحال شو هذا بحال هذه يعني ما كي يعني كنت كنصيفط بالشكايات كان. وكما قلت يعني مع ذلك يعني بحال اللي يعني في الاول واخا يقول لي ما عليك والو هادي هادي، ولكن وكما قلت في حمام بوسيف ملي مشيت ندير هذيك اللي عطاوني فيها عام، عطاني فيها عام في الاول قال لي ما راهمش هنا الموظفين، فبقيت نطلب قلت له دير شي ارجون كذا وراه على حسابي على حساب المحكمه على المحكمه هذه من هنا وخصنا في سال، قال لي ما نقدرش. عيط نطلبو قال لي لا ما نقدر، قال لي ندير ما ندير لك في التالي، عاود من وليت عنده عاود من وليت نطلب النهار الجاج ولا الثالث واخا عاود من وليت على حسابهم من العيون وهذه. مشيت نطلب وقال لي راه مروبو، قال لي انا مش خدامي راه كونجي ولا ما، قلت صافي ما عندي وجيت. عندي الروندي فرها اللي برا واللي يو في الختام نتمنى من الله يعني يبان الحق، ونتمنى ان شاء الله كاع على الاقل بعد الصحه ديالنا تكون يعني الحوايج اللي راهم فيه، نتمنى ان شاء الله المهم الله ولي التوفيق، ونتمنى اللي دار فينا شي حاجه ربي كاين، ونتمنى ان شاء الله القانون يدير المجرى ديالو، ونتمنى يعني اللي كان تواطئ باي طريقه ولا يعني ان شاء الله ربي ان شاء الله يبان، وان شاء الله القانون يدير الخدمه ديالو اللي كان يعني كيما نقولوا كان يعني شي مرات كانت فائل الخير يعني ما كنشوف شي حوايج، ولا كيبان لي يعني بلي كاين الناس اللي كتجري يعني كيما نقولوا باغي الناس اللي باغيين يعني كيما نقولوا ما باغيش هاد الدور ما يكون، ولكن واش يعني نتمنى يكونوا هاد الناس اللي داروا فينا هادشي ما يكونوش فوق القانون، ماشي كيما كانوا يعني كيما نقولوا يتباهاو يعني بلي عندهم واش عندهم معارف ولا يعني كيما نقولوا بحال اللي نديروا مثلا
ما نعرفوش يعني بحال اللي كيديروا هاد الشيء وبحال اللي مقتنعين باللي انهم فوق الناس فوق القانون. نتمنى لهم اللي تيني تحرك هاد القضية هذه. والله عليك، السلام عليكم.